مساء الخير واهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد بحلقه جديده من شو رايك. هذا الاسبوع اخبار ولعانه، شاورما عم تطلع، الثلج عم بينزل، البلد كلها بدها تصير بلوجرز، ومزكي دايره بدها تجوز العالم. خلونا نروح على الاخبار بسرعه يلا. بالله يا شباب كل مره بكون تعملوها ولو بونسوار وخلونا نسمع الأخبار. حلوة هي بونسوار. خلينا نسمع الأخبار. أنتم مساء إليكم أبرز العناوين. بعد دخول البرد في فصل الشتاء بشكل مفاجئ، باحث سوري يكتشف طريقة جديدة للتدفئة لا تؤدي إلى الإنجاب. جو أبحاث مخبرية على المواطن خاء لأنه ما لعب بالثلج. نظرا لعدم تساقط الثلج في مدينة حمص، مواطن حمصي يبيع أقفاص الثلج ب 2500 ليرة سورية خارج التسريحة الروتينية. مسألة شاورما الكترونية والتموين يصفي النية ويقول وحياة النبي نشأت ما نزلنا شيء. جاءوا أبحاث مخبرية على المواطن نفسه خاء، وذلك بعد دخوله الأيام الأخيرة من الشهر من دون أن يفكر بترك عمله وأن يصبح بلوجر. سمعوا إطلاق عيارات نارية وذلك ابتهاجاً واحتفالاً بإيجاد طفل في علبة محارم لم تأكله الفيران. بعد أن طرنب على بنت الدينار اللاذقية تشمع صالة أفراح، أقامت حفل زفاف لشابين. نشيل الأخبار على جنب، رح نرجع لبعض. الدنيا زمهرية، العالم طلعت تلعب بالثلج، فضل البيت بحركة سريعة من البيت فاضي والشاب رياضي وشوية تدفئة مركزية. إجا ولد بعد 9 شهور نزلت بسبالي أكلة وشه الجردي. قصة حقيقية ولا مو حقيقية؟ حقيقية. ليش شوفي شو صاير؟ قال شو ضاجة الخلايا من فيلم أصحاب ولا أعز. ليش؟ لأن منى زكي شلحت الكيلو وهلا بده يقولوا هي كيلوز. أو ماي جاد، شطت ريالته المعلم بالمنشفة عم بيمسحوا الريالة بالأراضي، كان بدهم أكثر. أنت ليش ظالمهم؟ منيح وصلك جوابك هلا؟ قال الفين ما أنه حقيقي وما عم بيناسب الواقع وعم بيضرب قيم الأسرة. هلا معهم حق للصراحة، يعني نحكي ضميرنا، معهم حق العالم. أنا ما بلومهم لأنه فيلم عن جد ما أنه مطابق للواقع. وين شلف القنابل؟ ما في. وين شلف الأولاد بالزبالة ياكل وش الجردي؟ كمان ما في. معناتها هذا يؤدي إلى أنه الفيلم ليس مطابق للواقع وعم بيضرب القيم. أنك تتجاهل المشكلة هو أسرع طريق لتتحول المشكلة لكارثة. عسيرة الكوارث، رأس السنة الصينية بأول أسبوع من شهر شباط، تشانغ شينغ شونغ كل عام وأنتم بخير. بنرجع لموضوعنا. أخي إذا متزوج قوم بوس إيد مرتك، وإذا مو متزوج بوس إيدك والشقفة. ليش أنت هيك عم تحكي؟ شوف حسبة صغيرة، أصبحت تكلفة الزواج بسوريا مثل جميع الخدمات صعبة ومكلفة. يعني بحسبة صغيرة وبس للتجهيز وتثبيت عقد الزواج وشراء الخاتم بيكون دفع العريس حوالي 3 مليون ليرة سورية في حال وفرت عليه العروس حفلة بالصالة وشهر العسل وطبع الكروت والضيافة وقالب الجاتو وغيره وغيراته. وأخيرا ما فينا نقول غير دامت أفراحكم ببلد الغلاء. اخي شوفي شو صاير. اخي بعد غلى هالاسعار ما عاد حدا قادر يتزوج. خلص حاول تحب مرتك وامرك لله. يعني ممكن تحكي مع بعض فتره منيحه بعدين يرتبطوا كخطوبه. بيقولوا لك انه هذا الشخص طلع عم بيمثل كل هي الفتره، قدران انه هو يضحك علي بانه شخص كتير منيح، وقت تزوجنا اكتشفت انه هو كذا كذا كذا. خذوا وقتكم بانه تتعرفوا على بعض، مو لانه هو بعيد مثلا او هي بعيده فنحن خلص بثلاث اربع شهور لازم نكون نتزوج. بس فهمني، مين قال انه ما في حب بعد الزواج؟ بالعكس الحب الحقيقي ما بيجي غير بعد الزواج. مهم مرتك ما تعرف، يعني انت كمان ما بدك تظلمها. خلصنا، هي عصبية شوي بس بتحبك اكثر من اولادها يا زلمة. والدليل انه ممكن تترك الاولاد عن جارتها طول النهار وانت ما فيها تتركك عن جارتها ساعة. شايف قد ايه بتحبك؟ ورح نعرف مع آية العلامات يلي بتأكد إنه المرأة مسيطرة على الرجل لحتى تتجنب تحاول وتعالج الأمور قبل ما تتفاقم وتؤدي لمشاكل بحياتها. صفات كتيرة وعلامات كتيرة، حاولنا هيك نجمع بس 5 منهم لأنه كانوا عن جد كتير كتار. تقوم بتنظيم الجداول الزمنية الخاصة فيك، ترى دائماً إنه هي على حق وصواب، تطلب منك تسليم الراتب الخاص فيك كاملاً. رابعاً بتحاول تغييرك، لازم تحب اللي هي بتحبه يا أخي يعني ولو. خامساً
تريد أن تنفصل عن كل شيء. على الرغم من كون هاي الصفة سلبية وغير مرغوبة، بس دراسة جديدة طلعت وقالت المرأة العصبية كنز ثمين. هي المرأة كائن حساس بس بده الواحد يفهمه. هي بتحب الشاب الفلتان الآدمي وكل البنات بيموتوا عليه، الأزعر المهذب المحترم النسونجي، وبيخاف الله وما بيخونه عادي. ليش عامل للسيرة إيدين ورجلين؟ ما في أبسط. وانتي كمان عزيزتي المشاهده، الموضوع خدوا عين، يعني الدنيا اخدوا عطا. يعني اذا شفتي سلم على رفيقتك وشفت كرشه لا تخليه يشوفها مره تانية. الموضوع كتير بسيط، ما تكبري الموضوع اكتر من هيك. بس زوجك يغير صوره الواتساب ويحط صورتك، هذا يعني انه زعلان من صاحبته؟ ولو شينا من الجواز وعين النسوان. ما انه وصلنا نهايه حلقتنا، خلونا نروح نسمع نصيحه الاسبوع. شوف ولي بتكوني حمارة إذا بتهتمي، أو خليه مثل إجري. هو اسمع المعتل لليوم شو بيقول، قال لشو ازعل ولومك، ما أنت ندل من يوم يومك. هاشتاك تو حكير. النصيحة الجمال بالجمال. يا النصيحة بجمال والجمال بما حمل. إذا عجبتكم الحلقة حطوا لايك وعملوا شير، إذا ما عجبتكم الحلقة عملوا شير بعدين حطوا لايك. بنشوفكم الأسبوع الجاي، تصبحوا على خير. تره تره تره. مو هيك الغنية؟ كل ما مستحيل.